السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا أسابيع الفضائية 468 الجزء الثاني. هذا كنا نحكي عن قاسم بخصوص موضوع عزام، وهذا يوم سويت لي قاعدة ما تبغى قطع الفاكهة وأكله، وقلت له إيه بس قاسم ما يصير ما دام عزام طلبه بالأول كان لازم تنطيخه، وقاسم ضحك وقال لي ما يحتاجه. قلت له الأخ بس سمع بالسالفة قبل جاني، لقيته زاد وحا قدام الباب بيتنا بكل صلاة. يقول لي قاسم خير أكو شي سان مين سمعت جاي الخطاب على مامتي، بس أنا سمعت هاي الحكاية وأنا طفرت من مكاني على قاسم. هو قمز من حركتي، احلف يقول والله يعني عزام خاطب هذا منك. عقد حواجه وظل يباوع علي بشكل لزمني من زندي وسحبني حيل، وقعت عليه وقعت وقال انت شنو سالفتش؟ صار الساعة نازل على اسئلة عن عزام القليل وين تبدين توصين؟ احكي لي شنو الموضوع؟ من انت رقي بارتباك يا الله هاي شلون راح ازكى للسالفة السلب سبلت سملت عيوني وانا مستند عليه، وحطيت ايدي على صدره وشفتي بوسته من حنشه انتبهت الايده رخت عن زندي، حكيت بصوت منعوض اقول حبيبي قسام شنو شبيك؟ راح تخلص علي الليله بالحكي بس تسولف. ارفع حاجه باستغراب وقال هو منو اللي صار له ساعه تغوي براسي؟ احكي لي شنو فيلمك اليوم؟ ما مرتاح لاسئلتك، احس وراها شي خرب الحظ هذا ما عبرش عليه شي هسه شلون تسوى؟ ابتسمت ورجعت عوضت رقبته بثين ايديا ودنقت عليا وقلت له ها شفت شلون تذبها براسي وانت بعدك بس تسولف بنفس الموضوع ومضيع علينا احتفاليتنا يوم التحية والنصب او بعيونه وتفاجئ الغلب وتبادلنا بالاماكن وردنا ودنق راس علي وقضبه وقال تريدين تحلفين تعي تحلفي اكو واحد لازمك ابتسم دلال وانا بين يديه. بعدها اشتركنا باحلى لحظات شي ما صارت حياة جديدة وبيت زوج وعائلة، صرت كل يوم اقعد مثله فحتى اتعرف اكثر على عائلتي الجديدة. حيدر صار هو ابوي واخوي وسندي وكريم بحنيتي عليه، اما اولاده سرى وحسام فكانوا كلش محرومين من حنان الام ودورها حرصها. صحيح كانت عمتهم صمود موجودة قبل زواجنا اداريهم، بس كانت مجرد تؤدي واجبها ودورها بعنايتهم كأنما تسقيط الفرض. حسب كلام سراء ماكو بينهم وبين عمتهم مودة والألفة. أنا بالحقيقة عرفت بعمتهم علاقتهم وياهم مو هالقد، لأن من يوم اللي صار بسراء حيدر فضل يجيبها إن للبيت ما حاول يستعين بأخته صمود حتى تساعده بعلاج بنته. عرفت إن وجود أخته بين العائلة مو كافي حتى يخليهم أو يعوض حرمانهم من حنان الأم، لذلك قررت وأخذت عهد على نفسي إن أحيطهم باهتمامي وعنايتي. بالحقيقة من دخلت البيت كعروسة كنت كلش متخوفة من هاي الخطوة، خايفة من تقبل الأولاد، بس الحمد لله أول ما بديت أبادر وبتوي كأم وياهم لقيتهم متلهفين مستعدين تقبلي بحياتهم. حسام كان خجول بنفس الوقت محترم، كبار كان يباوع عليه وكأنه ما مصدق صار عنده أم مبادراته بتقديم المساعدة بالبيت. كل شوي يجيني ويسألني تريدين أشتري شيء؟ سرى ضحكت عليه وقالت كبار متعود هو يطلع يشتري لي من أبيت شغلات أو حلويات، وأنا أقول دائما أنت أحسن أخ بالعالم، فهسه هو دا يتبع طريقة وياك حتى يكسب ودش. بوعد عليه وابتسمت وقلت له أكيد أنت تشتري لي لأن أنت رجال البيت، ومن يطلع أبوك أوافق تشتري لي بس بشرط أيدك تقول لي ماما ما أريد تسمعني سمعك تقول خالة. التفت على سراء وحسام وطلبت منهم هذا الطلب أحب أسمع هاي الكلمة. كباب لفظ الكلمة وصار يكرهها أكثر مرة مستغرب لفظها. كباب أصغر واحد بينهم كان سهل عليه ماما حلوة كلمة ماما، أما سراء فكان جوابها أنا أحب كلمة أمي قالتها مترددة، بس هي بالحقيقة بين كلمة وكلمة تنسى نفسها وتقول لي خالة. أما حسام أصلا ما بد عليه ظل يتهرب بعيونه وقال أنا كبرت على كلمة ماما. سرى لزمت كف في يده وقالت لا تزعلني أنا حسام هو يحبك أول واحد وافق على زواج بابا. ابتسمت حبيبتي سرى ماكو أم تزعل على أولادها، أنا ما طلبت منكم تصيحوني ماما لو ما كنت أعنيها للكلمة. بعدها وصل صرت أحاول أتغرب منهم وأخلق الألفة ببيتي حتى أقوي علاقتي بعائلتي. كنت أفرض عليهم أنه كل يوم نقعد سوية ساعتين بالليل نتابع فيلم كلنا حتى حيدا، كنت أحضر لهم شامية وحب شمسي وعصير لزوم السهرة. كان حسام اختصاص أفلام دائما يقترح لنا أفلام عائلية نقدر نشوفها كنا.
أحلى ما في الموضوع أنه من يبدي السهرة ونطفي الضوء نقعد نباوع حيدا كان دائما يفضل نقعد على الغنفة والجهال يتوزعون بالقاع شي متمدد بالقاع يشاهد شي وقاعد ياكل مهم كنا نشوف الفيلم بس طول ما احنا نباوع الفيلم حيدا بغير وادي مستغل أجواء الظلمة المهيئة للسهرة وكل شوي الأخ مد ندنق راسه على قبتي حيدا بقول شنو بيج نقوم ونعوفهم لوحدهم يباوعوا فيلم دنيا ديناصورات انتي اليج حاجة بالغرفة احلى من الفيلم هم استيم مدني خطي الاولاد شوفهم شلون متونسين على اللمة عافية صير حباب واصبر ووعدك اعوضك بعدين امر لله خلاص لباوع الفيلم والله كريم لحد ما انقرض ما انقرضت مثل الديناصورات وانتي ترتاحين تزمت وهمست يمثلنا ايش خلينا نتابع كنت احكي واكل بالشامية وقلبي يريد يضيع على شكل حيدر الماء عنده صمى الحمد لله وشكرا انا محروم من الجو العائلي والاولاد مثلي هم محرومين الله جمعنا حتى وحدنا يكمل الثاني نعوض بعدنا عن الحرمان هم يريدون حنان الام وانا اريد حماية العائلة وتك فها صار لي يومين مخبوصة بالبيت لأن حيدر قال هاليومين أبوي وإخواني وخواتي راح يجون يباركونا باوعت علي بخوف ما أعرف ليش من يجي بطاري أهله بقلبي يقوم يدق حيل خصوصا أبو أخوه كبير أتذكر شكلهم يوم إجوا لي مركز مال ميرا كانوا حيل متشددين حيدر انتبه علي وشاف خوفي وقال شيماء أدري بيش خايفة من أهلي وأنا متأكد من أهلي ما راح يسهلون عليك الوضع لأن هم صعبين لذلك أطلب منك أنه تحملينهم الخاطي حتى لو يسمعونك كلامي يتنرفزونك بي انتي لا تردي عليهم بس قليلي وانا اشوف شغلي وياهم ابتسمت واقتربت عليه وحطيت راحت ايدي على صدره واتبعها راسي وتوسد صدره وقال لي ما دام انتي واولادي وبنتي وياي تساندوني خلاص انا اتحمل الكل على امورتكم لمني الحضنه وقال ادري بيج انتي قدها وقدود وراح ترفعين راسي انتبهت من صفنتي خلص الفيلم ولقيت كبار وحسام نايمين وسو التفتت علينا وابتسمت وقالت خاله شيماء حتى بابا نام التفتت ولقيت حيدر رايح بسابع يومه سرى قاعد اخوانك حتى يروحون ينامون بغرفتهم ان شاء الله راحت قعدت اخوانه وانا صرت انده بحيدر قعدوا ننام منا يشوف وين مكانه قمنا بغرفته حكى بصوت نعسان وقال ها الاولاد وين شنو خلص الفنه ابتسمت على شكل النعسان مديت له ايدي حتى اساعده يقوم من مكانه لزم ايدي ونهض من القنفة تركته راح وظل البيبان وانا رحت دخلت الغرفة بدلت ورحت اخذت نقالي تعودت كل يوم بالليل اتصل على مايرا واقعد اسولف وياها واسألها على وضعها وحال مريم بالامتحان صحيت زوجته بس بعدني قلبي يوم خواتي اقول المايرا سمعت باكر راح يعلنون عن نتائج السادس اي باكر اعلان نتائج مايرا كلش متوتر اخطيه حقل اللحظات اللي انتظار والترقب تحطم الاعصاب ان شاء الله تنجح وترفع راسنا اللهم امين اقول شيماء ما الله يهديك وترجعين دوامك وياي والله محتاجتك مركز صار خربطه بالنظام عافيه لو تفرغين نفسك يوم من الاسبوع ابتسمت ذبوحي طولت عليك ومسختها بس انا ان شاء الله بنهايه هذا الشهر على ما ابدا ارتب اموري بالبيت شيماء انا عرفتك خصوصا انتي ما صار لك شهر من زواجتي ويا دوب تعودين على حياتك الجديده بس بنفس الوقت ما اريد تنسين عن عملك ووظيفتك طبعا انا احكي وياك هالشكل مو على مود تجين تساعديني بالشغل صحيح بغيابي صار علي الوقت بالعمل بس ماكو شي يبقى على حاله اقدر بمرور الوقت اوظف وحده تساعدني بس لكن انا على مودك انتي ما اريدك تنسين نفسك ووظيفتك وعملك هم كيانك ما ليش تتناسين عنهم حتى لو كان حيدا ما مقصر وياك ابتسمت وقلت لها من غير ما تقولين انا وحيدا متفقين على استمراري بوظيفتي عافية عليك اي ماي وصدق قبل لا انسى هدى اتصلت علي تقول ايش وقت تاخذون مع اي ماي مريم على الخطوبة لان عيالها كل شوي يسألون هي بدون يعرفون الجواب حتى يحددون الخطوبة ماي ابتسمت وقالت والله يا حلوة انا اليوم بصيت فمك كنت احكي وياها وجبت السيرة على الزواج والحياة الزوجية والبنية من تتزوج حبيت أجس النبض وأشوف أن شنو رأيها عرفت من خلال كلامها أن هي كأي بنية تحلم بالزواج وبنفس الوقت تريد الشهادة أن سألت عن رأيها بهشام ابتسمت صارت حدودها حمر قالت كيفكم أنت وشيماء شنو رأيكم قلت لها أنا وشيماء أن حق بتحديد مصيرك لحد ما تأخذين شهادة السادس لكن بعد استلام الشهادة راح تكون الكلمة الأولى والأخيرة راجعة إليك أنت صاحبة القرار شنو جاوبتك قالت انا موافق على هشام بس عندي شرط وشنو هذا الشرط قالت اريد اكمل دراسي وما اريد ابطل واقعد بالبيت في الحقيقه من دون ما تطلب هو هذا كان شرطنا من البدايه هو حتى انا قلت لها من غير ما تقولين احنا ما نقبل تتزوجش
إذا ما نطمه نضمن أنه يخليش تكملي كليتك. يعني هسه أفتهم كلامك أنه ما يوم موافقة، أي موافقة، لعد إن شاء الله اتصل على هدى وأنطيها الخبر حتى تقول لعيالها. إن شاء الله يلا حبيبتي أخذ راحتك، ترى الوقت تتأخر عيب من زوجك. نهيت الاتصال، تفتت لقيت حيدة من عيني، ابتسمت ورحت نددت لأمه ولميت الحضني ودنقت واستنشقت عطر صدره وغفيت بدفوع أحضانه. هدى قعدت من النوم ويا قاسم، لقيته جايب السم من غرفة هالة وحاطها بسبيبة ونايمة الأخت. بوعت عليه وهي بدل ملابسه وسألتها شو وقت جبتها. الباحة سمعتها تتبكي وست هالة نايمة ولا يمها. كملت تحضير شغلات قاسم، أريد بس أنزل قوة، لازم أروح أريد أقول للهالة على الخبر الحلو. حطيت له ساعته على الميز الماية، كان واقف قدام الماية يمشط شعره. قلت له مستعجلة قسومي، أنا نازل أجهز لك الريوح حبيبي بدل ما تخلص. تركته ورايه وأخذ الشالية، رحت على غرفة هالة لقيتها ماكو بغرفتها، معناها قاعدة ونازلة جوا. نزلت المطبخ لقيت خالة وهشام وهالة دسوي أبيو في المطبخ الحار، سلمت عليهم ما حد قبل. دخلت على المطبخ ودارت وجهها وقبعت لي، قالت دير بالك بعد تقولين خلي بنتي أسوي يمك، خلاص بطلت ما راح بعد، راح أعزل الحضانة أنتو تلو بنتكم. رفعت حاجة قلت لها مداش عظم صوتي الصوت، أنا قاعد أخطط وأسوي شغلات ومتعب روحي وأسحب الكلام بالقوم القاسم، أصلا أنا حطيت بنتي يمك على مود حضرتك. قلت البيض وحطتها بالصحن وقالت ايش عندها السلطانة ويام تخطف. وانا لو تعرفين البحر شنو سمعت، كان هسه تجي توسيني مراسي. كنا نحكي وسمعنا صوت بقاسم الصيح، الهالة تستعجلها عبيوك هالة شالت الصحون. قالت لها ودي الصحون تعاي بسمعة حتى احكي لك شنو عرفت. راحت هالة وانا بلشت اسوي ريوق القاسم، كملت على السرير رحت اخذت له لقيته قاعد، حطيت له قدامه. لقيت هالة قاعدة تفيق، رحت قعدت يمها وصبيت لي شاي. انتظر اللحظة احكي الهالة على سالفة عزام قاسم، باوع على امه وسأل امه هاي ما حكيت ويا هالة عن موضوع الخطوبة. ام قاسم لا والله بعدني، هو وين لحقت اسأله اذا انت بالليل يلا، قالت لي وهي كانت نايمة. ابو الهالة وتبكت من خبصتها. انقلب كوب شاي على الميز، قاسم باوع عليها وابتسم وقام وحكى ويا هشام. يلا هشام قوم هم يلا اروح اليوم المرحلة النهائية للاتفاق والمكاتبة. بابا الأم ويبا وقال يما مو تنسي دعينا، روح ما الله يسهلها عليك ويدفع عنك شر أولاد الحرام. طلعوا الولد وأنا خلصت ريوقي وقمت من مكاني وشلت الصحون. غمست الهالة تلحقني على المطبخ، شالت كوبا وجتي تكوم من مكانها واستوقفنا وقاسم تقللها لحظة هالة لا تبحين عندي موضوع أريد أحكي وياك. رجعت هالة قعدت في مكانها، باوعت عليها رجعت نظراتها، باوعت على أمها انقلب وجهها أصفى. عبالها أمها راح تسألها عن الولد اللي تقدم لها بالكلية. قاسم هلا أنت كبرتي وصاروا العرسان يتقدموا لك، وأكيد سمعت تقدمش الولد اللي وياك بالكلية. هلا حكيت بصوت ناسي، سمعت من قاسم الباحة جايين علي هو وأبوه. أم قاسم شوفي يما، صحيح الولد اللي تقدم لك حباب وأدرك اللي زين، ما دام هو زميلك بالكلية معناها بينكم كلام ووعود وتبادلين الإعجاب. هلا فتحت عليك مصدومة، لا ما مو هيك الحكي، انا فاهمه السالفه، انت فاهمه السالفه غلط. هو اجى علي وسالني وانا جاوبته، ما بين اي شيء لا يروح تفكيرك بعيد. حبيبتي ما لا داعي تستحين مني، انا امك وهيك وامه معتبه، ما تعبوا علي بالحقيقه، انا ما الومك او اعتب عليك، بس لازم تعرفين ترى اخوانك رضوا زميلك، هذا ليش رضوا؟ الحقيقة اكو ناس طالبينش من قاسم قبل هذا الولد، وقاسم قال لهم انتظر تتخرج وبعدها هو تردد يفاتح اخوك منتظر منه الاشارة. هلا عقد الحواجه من هذا اعرفه الولا ام قاسم يوم ما هلا تعرفين صديق اخوانش عزام. ابغى الهالة انصم تحت مكانها وعيونها متسعة وحلقها مفتوح كل عنها مات الصدمة مرسومة على وجهها. أم قاسم حجت بخوف يوم ما اسم الله عليك بنتي شبيها، تفتت عليها وقالت لك خالة هدى بنتي شبيها. اقتربت عليها وأنا أضحك، أنا منظر الخبلة لزقتها وحجيت أضحك، خالة لا تخافين عليها تلقيها عقدة علقت مثل النقال من يحمى يصفن صفنا العجيبة، لنسوي نسوي لها عادة تشغيل الله يساعد عاوي يشتغل عادي. رجعت لزقتها بقوة مرة ثانية حيل حتى تتلاحق روحها. قمزت مكانها وهزت راسها تجل الأفكار من عقلها. قالت تسألني أقول لك هدى عيدي الكلام اللي أمي حكتها قبل شوية. ضحكت على شكلها وقلت لها شبيجي أم الله عزام صديق الولد طالب إيدك قبل مدة طويلة، بس قاسم قايل له من تتخرج. هالة بالتأكيد عزام، رمزت لها وأشرت لها بعيوني باتجاه خالتي لا تنتبه عليها، هي عزام اشو هاي قومي على حيلك. وحط ايدها حطت ايدها على حركة ورقعتها هالهولة
ضحكت على أخبارتها وحطيت يدي على حلقها أكتم ضحكتي، أباوع الخالة وتباوع لبنتها بس تعمش بعيونها عبالها بها انفصام بالشخصية. هالة انتبهت فروحها وبلعت هلهلتها وسدت حلقها باثنين ايديها. أم قاسم طاح هذا الشاثول على هاي الطلعة، فضحتينا أنا على المج. دقنا قال الخالة وقامت من مكانها وطلعت من المطبخ. هالة التفتت علي وقالت لي وهي تضحك بكاحتها والعيون تلمع وصفقت باثنين ايديها طمطم مبارك عفسك إليها مبارك عفسك إليها. بجانت ترقص وتسوي حركات بكتافها وعبسها هالة هنا طش بالأولاية. زفوني ما إلي عشو زفوني ما حسينا إلا انصفعنا. بصوت خالة أم قاسم الغاضب هالة قمزنا اثنيننا وخالتي حشت معصبة هاي البنية راح تفضحنا. والله أحسن شي ما أزوجها لأن راح تفشلنا ويا الناس هسا عبالهم أمقشمة مينهم. هالة لامة حلقها وصافنا يمي خايفة وأنا وياها واقفات قدام خالة مثل طالبات مشاورات. وحدة تباوع الثانية أم قاسم كملت كلامها وقالت أنا ليش صبي للي أقول أخوك قاسم عليش وأخليش يبطل الخطوبة ويرفض الناس ونرجع نربيش من أول وجديد. الظاهر بعد كم خبلة إن هاي حركاتك مو مال وحدة صالحة للزواج ونفتح لها تفتح لها بيت. هالة شقت بحسرة خيبة لا على بختك يمه وأنا ما صدقت أقصد يمه عيب زحمة من أخوي قاسم انطى كلمة لا تتفشلي قدام العالم. أم قاسم باعت عليها بطرف عينها وقالت لها بعصبية من تقولينها بوحج في الأول هي هاي حركات مال البنية عاقلة وأزنة. أنا شايفة البنية من يجون طالب الزواج يمها أتنك وتستحي ويخدولها يصمن حمو أشو أنتي بكل عين صلفة تقمزي وتهلهلين كأنك ما مصدقة إجاش عبيس. تبعد الهالة دنقت راسها ولمت هالي كرت تلعب بيتها خجلانة أم قاسم يلا وإنه بهاي شكل الحركة شنو حضرتك تصفنين هالة شنو حجي هو وحدي الموجة ترى والله حياتينا لا بفرحنا عجبناك ولا بخجلنا رضيناك هسه قليلي شنو اللي اسوي. ام قاسم ولكم مخذوا هاي البنية من قدامي راح تجلطني بتصرفات خالة. حطيت ايدي على حالها وراحت تريد تطلع من باب المطبخ وقالت لا هاي من هي الحجية راح نسكت بعد ما نحكي كل شي ويصير بيت شي خليني احافظ على صحتك لان وراي عبس. راحت تركت أم قاسم تهز براسها بعد ما تصديق من وراء سوالف هالة اللي انفضحت مشاعرها وصار عندها تداخل بالمشاعر مع بعضها. أم قاسم والله هاي البنية سالفتها مو خالية حشيت وباعت لي عفوت من نظراتها تستلمني بحث تحقيق أنا قبل سويت نفسي أنقلب الصحون أنقض على المطبخ الحارق قعدت أغسل المواعين أشتغل بيها بهمة حتى عاد هي الولاية تستجوبني لأن خالة أم قاسم عندها طريقة لسحب المعلومات والكلام من طرف المقابل وكسر كسبت على الاستخبارات. كنت اشتغل بالبيت سمعت هالة صاحتني من فوق وقالت هالة هدى بنتج قعدت بوعت بروحي داس الملابس قرقانة بالشغل قلت لها هالة عافية سلميها وغسليها وبدليها ونزليها. هالة اقلتش اكو احد قلتش انا خدام عندك وعد بنتج حكيت انتي عمتها وان شاء الله نمدلتش اياها بالافراح. هالة والله خايفة لان بدلة عرسي وقاسم يجيني يقلي اخلي اسو عندش لان ما جاي هنا حبيبتي تبا بعد شغلتك يم ابو اسو ويم سلطانة قلبه انا اشوف تنتبهين على بنتي احسن.